السلام عليكم البنات، كيف احوالكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن احوال نتوما والاحباب ديالكم بطبيعة الحال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام. بديت لكم البنات الفيديو من هنا، الفلوغ من هنا، المهم فيديو ولا سميو كيف ما تسميو. المهم البنات شوفوا التقضيه، قلت نشارك معكم البنات التقضيه. البنات انا خصكم مسافره للباديه، ايوا قلت نشارك معكم البنات التقضيه ديالي، نشارك معكم داكشي اللي كندي انا مثلا للباديه ملي كيكون غاده. البنات هادشي ماشي يعني الا ما عندكش طومبيل ما كاش ديتشي كامل، يعني متقلب هادشي كامل. واخا البنات عندي عرام ديال الباكاج، عرام 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 البنات، هادشي غير التقضيه. المهم انا غنشارك معكم التقضيه، بنتي غتشد التليفون ونوريكم كاع داكشي اللي تقضيت. انا غنحتاج في الباديه مع وليداتي تبارك الله، هو زيدوا معنا. لا غير شدي غير شدي، ها بنتي غتشد التليفون، يلاه انا اجي. المهم البنات انا غنوريكم ونحط في هاد البلاصه، قلت نوريكم هادشي البنات على حسب فهمتي باش منبقاش دايره الميكات هكا، غنجمعهم في بلاصه وحده. خديت البنات رابعه ديال البرقوق، انا نوريكم داكشي بالزربه باش ما يكونش الفيديو طويل. كاع داكشي اللي كنحتاج في الباديه ديتو، المهم كلشي كاين تبارك الله في السوق، كاين البنات في الحوانت، غير انا مع غادي نمشي ومول الدار غادي يرجع، غنبقى بوحدي ما بغيتش نبقى نمشي للحوانت كل مره. دابا خديت البنات رابعه ديال البرقوق، خديت واحد الباكيه ديال الملحه، ا بنتي شاده تليفون، خديت واحد رابعه ديال التمر، تقربي شي صافا بزاف ولا لا؟ خديت واحد رابعه ديال الحلبه، خديت لا كريم باتيسري على حسب الا تشهاو الدراري هكا لي طارت ولا شي حاجه، طورطاس ولا شي حاجه بحال هكا بارده. خديت واحد نص كيلو ديال العدس بلديه، خديت الملح الحي البنات القديد الكرداس، خديت هذوك باكيات الخميره البنات الله حليتهم حيت صيفطت البنات واحد الكيكه دابا، خدت منهم جوج خمارات. خديت واحد نص كيلو ديال اللوبيا، خديت البنات هذه ديال الحسوه القمح مفسخ، خديت واحد نص كيلو ديال الكرافاطه هكا الا بغاوها بحش كشطبه بالحلبه مساخن. الا كانت الشتا البنات في الباديه حتى تكون عندنا حنا الشتا، انا باكي ديال الفانيتي يلاه خديت منها وحده. خديت البنات نص كيلو ديال الحمص، غنبغي هكا في كرعين ديال العيد وكنبغي في الكسكسو، باقي ما فزكتوش نمشي تما ان شاء الله نفزكو. خديت رابعه ديال الثومه، عيطت لبنتي حيت انا بنات كنت كنصور ليكم كبيره، بديت ليكم فيديو ولكن ما قدرتش نشد بليسريه. خديت واحد الساشيه ديال كاكاو، خديت واحد نص كيلو ديال الروسول هكا، نوعت لهم لي باطا هكا حيت كيبغوا الدراري بحال بادي كيبغوها بالحلبه ولا داك الشيء اللي كيبغوها بمطيشه، وهذه كيبغوها بالبيشاميل. وخديت واحد القريعه ديال الخل، واحد رابعه ديال الزبيب، ماشي شي من حاجه هنا، واحد الضامه ديال البنه ديال البكري. عندك تزعزعي صافا، قلتي كاع في الكرسي ولا لا؟ كملي. دابا خديت البنات الرز، واحد كيلو ديال الرز العادي نبغي هكا مفور هكا ولا مع اللبن الا كنديروه مع الحليب، واحد نص كيلو البنات ديال الصفر الكرام. المهم البنات شي حاجه تقديتها البنات البارح، شي حاجه تقديتها البارح انا البنات، خديت داكشي ديال الدراري هكا الشكلاط نابوليطان، كتعجبني النابوليطان، تعجبني البنات هاد الشكلاط هذاك كيحمق، شي حوايج غياكلو في الطوموبيل هكا. ومهم كيما بدات هاد الكوكيز كاع تما عارفه كيحماقو لي الدراري، خديت ليهم 10 واحد، المهم هما 10. هادشي اصلا غنخويو البنات الميكات باش نديرو ان شاء الله غنجمعهم في بلاصه وحده، خديت ليهم 10 هكا. غناخد باكيه، قالك ما عندوش باكيه، خديت ليهم هادي ديال الشيبس ياكلوها في الطوموبيل هكا في السفر. خديت البنات واحد جوج ديال لوكوس، هي بطاطا السرديد هكا الا جاك الجوع هكا في وسط الليل ولا شي حاجه. خديت واحد الباكيه ديال اتاي ديال الشعره، كنحمق على الاتاي انا البنات، انا كنموت عليه. خديت واحد نص لتر ديال الحليب البنات، واخا الباديه راه فيها الحليب، قلت لها باش ولدي ما كيعجبو الحليب من غادي ندخلو ان شاء الله يلقى ما يشرب، لا وصلنا ان شاء الله باذن الله. هنا خديت البنات شامبانات، خديت هذا ديال ولدي وهذا قديم، المهم معروفين هذا جونسون قديم، انا كنزرب لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. هنا البنات خميره ديال العجينه، هنا البنات خديت واحد نص كيلو ديال التيت ديال العبار حيت عندي ماكينه عاديه تماك ما عنديش اوتوماتيك، انا رجعوا البنات للتصميم العادي. هادي البنات ميكه اخرى، هنا البنات خديت اطرو ديال الزيت، خديت واحد رابعه ديال القليه، الدره ديال القليه هكا بقى نصيبها لهم مره مره. خديت البنات واحد جوج باكيات ديال السكر، كنت نشارك معكم بلا التقضيه. المهم تبارك الله البنات حيت كاين الطوموبيل ما كانش الطوموبيل ما كانش ندي هادشي كامل حتى تما كنت تقضى. وهذا البنات الحرشه، بلا ولدي كيحمق على الحرشه، خديت كيلو هنا وكيلو هنا، انا ولدي عزيز عليه الحرشه،
هذه البنات هي التقضيه ديال الهري، الريم التقضيه ديال الهري صافي، ودي التقضيه ديال الهري البنات. هذه المهم شي خديت الهري وخديت الفورس هكا الدقيق 5 كيلو، وهذه البنات زيت العود عندي في الدار غنديها، هذه اللي بقات لي غنديها. وهنا البنات في الصباح تقضيت شويه الخضره، انا نوريكم في ميكال البنات. هنا خديت البنات نص كيلو القرعه خضراء، خديت كيلو المطيشه، الطاطا البنات شكون اللي خديت فيه بزاف الطاطا، خديت 2 كيلو، كل بيضه خديت فيها 2 كيلو، الحمراء 2 كيلو، مطيشه كيلو، وهاد القرعه خضراء يمكن حتى هي كيلو يمكن. المهم البنات هذه ميكا فيها غير البطاطا وفيها القرعه ومطيشه، هاد الميكا حتى هي فيها تفاح، هادشي خديته في الصباح البنات. خديت الخضره، خديت التفاح كيلو، خديت خيزو كيلو، والبصله خديت منها 2 كيلو بيضه، 2 كيلو حمراء، 2 كيلو بيضه بصله، وكنديها كثير، وبطاطا حتى شي لاخر كنديها شويه شويه باش ما يخسرش هي تماك في الباديه. نكمل لكم ميكات اخرى. هنا البنات خديت نص كيلو ديال الزيتون، الزيتون، وهنا خديت الكرافس والقزبر والمعدنوس، وخديت الباربا ها هي. المهم هذا الشيء باش نحيدو البنات من هنا تنوصل ان شاء الله تماك باذن الله، دعوا معنا ان شاء الله يوصلوا على خير، وغنحيد هادشي ان شاء الله ونغسلو داكشي. هادي البنات فيها السودانيه، واحد ربعه السودانيه، خديت البنات الفول كيلو ديال الفول، خديت كيلو ديال الجبانه، وهنا الخيار كيلو، وهذا الشيء الخضره غنخليها في ميكا في الكفه، وهداك الشيء غنديرو نجمعو في بلاصه وحده. صافي البنات هذه هي البنات المقله اللي كانت عندي الطيفه ديال البغرير، غنديها ان شاء الله الباديه البنات، وغندي هاد البرمه ان شاء الله ديال الكسكسو حيت ما عنديش تماك في الباديه. وهنا البنات هذا الشيء العطريه، فيه العطريه كامل، العطريه ديال اللي كاينه في بالكم كاينه هنا، القهوه، العطريه، الثومه، الحلبه، المهم كلشي كاينه، خرقوم، سكنجبير، يعني كلشي البنات. وديت ورق سيدنا موسى، وديت الزعتر، المهم البنات كلشي كاين الحمد لله، العطريه ديال العيد كامله. داكشي اللي بقى لي في الدار، هذا الشيء البنات، داكشي اللي بقى لي في الدار. وهنا البنات والله العجين البنات باقي سخون، خبيزه باش وصلنا ان شاء الله، مع غنكونوا كنقادو الدار البنات، الرميه ديال الدار، الباكاج والفراش، ما غنساليش نعجن، وديتو معايا غندي معايا هنا. وهنا الدقيق البنات اللي شاط ليا في الدار، حتى هو جمعته هنا بوحدو. مازال غناخذ البنات الدقيق، شو اللي مهم دابا البنات، البنات هي البلاد زعما، المهم هو داك الدقيق هكا والزيت والسكر واتاي، ماشي الاخر البنات كلشي كيكون في الحوانت. غير انا ديت اجي نوريهم الكيكه البنات. هادي البنات درت الكيكه، مع ما غاتخش ليا في، واش تخش ليا في سميتو، قسمتها هكا بحال هكا، كيكه زوينه البنات وطالعه، عاد جوج بيضات البنات والحليب. هنا البنات بقى لي شويه العسل حتى هو ديتو معايا، طلعي شويه صافي الكاميرا الفوق. وهنا البنات السمنت، ها هو السمن باش نخليه هنايا، زيتو معايا، المهم كلشي البنات. جي نوريكم البنات، هادي البنات الصيبطات، ها هما الصيبطات ديال سميتو. المهم البيسي ديالي البنات ها هو، البيسي ديالي حتى هو ما كتفرقش معاه، ها هي التقضيه كلها البنات، حيت ما عرفتش شكون حطات لي ليزي هنايا. المهم البنات ديال التقضيه اللي تقضيت، هادشي اللي كندير معايا البنات ديما كنكون غادا الباديه في الاول، من بعد الا خصات شي حاجه كنمشي للحانوت، كنمشي للسوق. المهم هاد الميكات البنات كلشي غنخويهم، انا قلت نشاركو معاكم قبل ما نجمع هادشي البنات. المهم هادشي كلشي بحال دابا الدرا كيبغيو الدراري في الباديه، البيموات، يعني كلشي هادشي البنات اللي ديتو راه نتوما شفتو بعينيكم كنحتاجو، والخبز وداكشي كلشي اللي شاطر البنات. اجي نوريكم دابا داك التقضيه تاع من الباكاج ديالنا، هادو سبيطات البيسي، وهادو البنات السيكان ديالنا ها هما. المهم البنات راه شنو نقول لكم البنات، تبارك الله اللي عنده ثلاثه د الاولاد وباقي كاع ما زيرتهم البنات، مازال دابا حتى ملي نهبطوهم باش نشوف فيك ما نسيت شي حاجه. المهم هذا في دياولي، هذا في علاش البنات انا كندير هاد الكوفات هادو ديال البلاستيك، حيت انا البنات عندي بلاكار تماك، عندي فيه طاجيرات، عندي فيه كلشي، غادي غنديهم البنات تماك وغنطويهم ان شاء الله. المهم دابا باقي ما سديتش لهم البنات السلسله، قلت نتاكد يكون باقا شي حاجه مازال. صافي هادشي اللي كاين البنات، هادو باقيين في بيت نعاس هنايا، راه نتوما شفتو بعينيكم حاطاهم في بيت نعاس. هادشي اللي كاين، والتقديره شاركتها معكم، وهذه هي الصفيره البنات، كنتمنى تدعيو معنا ان شاء الله نوصلوا على خير. يعني اللي عند الوليدات صراحه متعب، كان بلاتي واحد الاسبوع ولا اكثر كله متعب، يعني ديك كتجمعي هكا تقضي، خاص هادي خاص هادي خاص هادي، كتردي بلا تنسي شي حاجه، لا بزاف د الحوايج، وخصوصا اللي عند الوليدات ومازال تابعك مثلا غتمشي، خصك تحطي الفراش، تسوسي الفراش ديالك، خصك هادي خصك هادي، هذاك الشيء دابا البنات كندي معايا انا. المهم هاد الحوايج راه قليل كنجمعهم بحال هكا، حتى كنديهم تما كنطويهم في البلاكار ديريكت، حتى كنرتاح يعني عاد كنطويهم. ودابا نمشيو البنات الصالون كاين التقضيه تماك باش نساليو معكم الفيديو ان شاء الله باذن الله. صافي البنات هادشي اللي كاين، نتوما عارفين خدمه كثيره بالنسبه للام،
شو المسؤوليه اللي كتكون عند البنات، يعني مشيت كنهار تقديت البنات شي حاجه من الكروسه الكرارس هكا، شي حاجه من الهري السوق البنات مشيت ليه اليوم الجمعه في الصباح هكا، وكتبقاي تردي بال مع الكوزينيك ما نسيتي شي حاجه ياك ما. المهم السبيطات باقي مكملتش مع البنات، انا باقي ما جمعتش السبيطات ديالي، كندير مع القفه والميكات وانتم عارفين السيكان هادشي ما كافيش السيكان. المهم عجنت بعد الخبز ديالي غنتهنى واخا وصلت غدا ان شاء الله باذن الله، وصلت على خير ان شاء الله. كاين خبيز يعني كتبقى بالك مع الخبز راه كاين، كاين كيكه باش نديرو الكاسكروت صافي. كاين الدراري خديت لهم كوكيز، خديت لهم شيبس، خديت لهم الحمد لله كاين ما ياكلو تبارك الله. الحمد لله باقي البلاصه الثلاجه مازال غادي باقي فيها مثلا باقي الكوفيتير باقي الزبده البنات غنديها تاهي ديال التوراق ديال الكرواسه، يعني المهم يعني الدراري بزاف الحوايج كيبغون في الباديه. وتا لا كلاص ماكرهش نديرو اليوم، كنت غندير لا كريم فريش ولكن ما عنديش الطراب، ما عنديش الطراب تماك، ندير لهم شي لا كلاص هكا خفيف ظريف تماك شي حاجه هكا سهله ميكونش فيها لا كريم فريش. هذه كنت شاركت معكم واحد المره، ايوا هادشي اللي كاين البنات. وصلنا لنهايه الفيديو، هادو هما التحضيرات ديال السفر اللي كنديرها انايا البنات، كنبقى مبرسطه يعني بالي مع هنا خروج دخول يعني شفت ما كنساليش البنات اي مثل التصوير. هادشي اللي كاين البنات، ومازال باقي ما كملتش البنات مازال حيت باقي المهم ها كنحط دابا قلت نشارك معكم باش نخوي الميكات باش نجمع الخضره في بلاصه وحده ونجمع داك التقضيه ديال الدار في بلاصه وحده. وهادشي اللي كاين البنات، وبونج البنات ديال الصالون وقفتو بحال هكا نوريكم البونج تا هو مي كنسافر كي كندير ليه. وهذا البونج البنات اصلا الله درتو انا ماشي بزاف باش درتو، باقي جديد البنات هاد البونج ان شاء الله تا يكسب ان شاء الله. ونديرو ليه الطليطات كنوقف بحال هكا باش ما يتكش واحد على واحد واحد يعني بديك الطريقه كنوقف هكا باش كيتو ما يرتاح ومعرساتهم. هادو حويجات ولادي البنات اللي غيلبسو في الطريق ديال ولدي، قلت لهم حطهم هنا لقيتوني البنات كنستف هذاك الشيء كنقاد كنقول لهم باش ما يتلفونيش. هادو حويجات ادم، هادو حويجات صافا اللي غتلبس في الطريق، وهادو حويجات ديال صابرين صافي. قلت لهم حطوا داك الشيء تماك باش ان شاء الله ما غنسافروا بكري يعني بكري على الصباح هكا بكري. هذاك الشيء اللي كاين البنات، يلاه نخليكم باش نكمل التحضيرات ديالي. شاركت معكم غير اول مره اصلا نشارك معكم التحضيرات ديال السفر هكا كندير البنات ديما مبرزطه مديرونجيه خص هادي خص كنخاف يتنسى شي حاجه، مازال خصني نجمع الدواء لانسى شي دواء هكا دواء د الراس سخانه هكا نتوما عارفين هادشي اللي كاين. والدقيق الا باقي مازال ان شاء الله غير خصني ناخذو تماك المهم باش نديباني. مازال تقضيت تبارك الله راه ضرب ليا هادي تبارك الله ديال السميده والشعاريه، اما لا شي اخر غيتقدر يتقاضى. والخضره تاهي راه ديال اسبوع ولا كثر كاع. والدجاج البنات كاين في الفريكو ان شاء الله، تا هو كاين في الفريكو تنديرو في ميكا هكا. وكاين الثلاجه تماك راه درناه مع واحد السيده هكا من العائله، غيسيقوها هكا الدار وغيشعلو البريز ديال الثلاجه باش نمشي ان شاء الله الدجاج ديريكت نحطو في الفريكو. هادشي اللي كاين، وصلنا لنهايه الفيديو البنات، ودعيو معنا ان شاء الله نوصلو على خير وبخير وعلى خير. وبيسي ديالي طرحي ما تفرقتش معاه، ان شاء الله نمشي وغندي ان شاء الله الويفي متنقل البنات الى كتاب ان شاء الله باذن الله. الى كتاب وشد ديال الويفي تماك راه نصور معكم فيديوهات ان شاء الله كل نهار هكاك. وهادشي اللي كاين، بغيت نطول الفيديو باش ما يقدر يتليشارجي ليا دغيا نوحش معاه. وبسلام عليكم البنات، ما تنساونيش باللايكات ديالكم والكومنتات ديالكم الزوينين طبيعة الحال. واللي مازال ما اشترك يشترك فضلا وليس امر، كاين متتبعين يعني كيتفرجوا ولكن ما مشتركينش كنقول لهم شكرا بزاف على المشاهده ديالكم. ولا قدرتوا دير واحد اللايك هكا واحد الاشتراك ما فيها باس تشجيع عندي لينا، ما كنديروش شي محتوى خايب الحمد لله، يعني محتوى عادي ديال ربات بيت. وهادشي اللي كاين، وتهلاو في روسكم الى فيديو ان شاء الله ماجي ديال فلوق ديال الطريق ان شاء الله ديال السفر. يلا بسلام عليكم وتهلاو في روسكم، مع السلامه وعطله سعيده للجميع.